هذه إنفينيتي، وفي هذه الحلقة سنتعرف على صياد من الماضي بالإضافة إلى حيوانات أخرى غير عادية اكتشفها العلماء. هيا بنا. شيء مثل نجم البحر. هذه هي الكلمات لوصف ما وجده علماء من جامعة كامبرج، النموذج الأولي لنجم البحر الذي اكتشفوه، له سمات مشتركة مع زنابق البحر وكذلك مع نجم البحر الحديث. سيتم استخدام هذا النجم، أو بالأحرى شيء يشبهه بشدة، كنموذج يكتشف الباحثون من خلاله كيف تطور من هذا الشكل الأبسط إلى تعقيد معاصريه. في الوقت نفسه في وسط إفريقيا وجد الناس مخلوقاً أسطورياً منذ القرن الماضي. في أوائل القرن العشرين تحدث كثير من الناس بمن فيهم العلماء عن قطط عملاقة تشبه النمور لكنها ليست كذلك. قيل إنها تعيش في الجبال لكنها تصطاد الفريسة في كل مكان وتسحبها مرة أخرى إلى المرتفعات لتناول الطعام. أيضاً هذه القطط غالباً ما تم أسرها وحفظها في أقفاص لسنوات. يمكن لهذه الصورة أن تثبت ذلك. لها أنياب ضخمة لا تتناسب مع فمها، وجلدها مخطط، وعينان براقة ولامعة، وذيل قصير، والحجم نفسه بالطبع مناسب. أتعتقد أن هذه الصورة حقيقية؟ هل يمكن أن تكون مثل هذه القطط موجودة في الماضي؟ شاركني أفكارك في التعليقات. لكن ما يمكن أن يوجد بالتأكيد، وهذا ليس حتى للمناقشة، هو مثل هذا الوحش الفروي. تم اكتشافه في إسبانيا وأطلق عليه على الفور اسم السارق الشوكي. كان طوله 25 سنتيمتراً ووزنه لا يزيد عن 70 جراماً. فلماذا سمي بالسارق الشوكي؟ الجواب بسيط، كان له أشواك صغيرة في الجزء السفلي من عموده الفقري، والتي كان من المفترض أن تحميه من الحيوانات المفترسة التي يعيش معها في نفس الوقت. على الجانب الإيجابي، تم الحفاظ على بقاياه المكتشفة تماماً. يسمح هذا للعلماء برؤية آثار الفراء أو الجلد أو الأعضاء الداخلية، وهذا مع الأخذ في الاعتبار أن المخلوق كان موجوداً منذ 125 مليون سنة. يحب الناس حقاً مشاهدة كل ما يتعلق بالمخلوقات الأسطورية. هذا ينطبق بشكل خاص على كوثولو، خطر البحار والمحيطات. بالطبع أستطيع أن أخبرك عن بعض الحالات الغريبة المتعلقة بها، لكن اليوم لن يكون لدينا كوثولو على هذا النحو، لكن سأريكم مخلوقاً يشبهه كثيراً جداً، مخلوق حقيقي بالتأكيد، وهذا هو أهم شيء. وجد العلماء أن الكائن الحي هو سلف الهولوثوريين المعاصرين، أو خيار البحر، وشكله يشبه بشكل خطير شكل كوثولو. من يدري، ربما كان لافركرافت استوحاه من ذلك. حسناً، أليس هذا مخيفاً؟ لكن نعم، قبل 430 مليون سنة لم يكن هناك سوى مخلوقات متشابهة ومرعبة ولا توصف على الأرض. وحش البحر. جرفته المياه إلى الشاطئ في الصباح الباكر بعد ارتفاع المد. وقع اللقاء في أستراليا. يشبه المخلوق قنديل البحر، لكنه في نفس الوقت يجمع بين ميزات الحبار أو الأخطبوط. لم يتمكن الصيادون ولا حتى العلماء من وصفه. هذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها البشر مثل هذا المخلوق. لكن ما لا ينبغي الشك فيه هو وجود المخلوق التالي. السمكة الخنزير وجدت في إيطاليا قبالة أحد سواحل جزيرة إلبا. عند النظر إلى صورة هذا المخلوق يتبادر إلى الذهن فوراً أن هذه نتيجة مروعة لنوع من الطفرات. لكن مرة أخرى، هذا ليس فضائياً أو متحولاً، لكنه حيوان موجود بالفعل في الطبيعة. مع ذلك فقد وجد بعيداً جداً عن موطنه الطبيعي، الأمر الذي أثار قلق العلماء. اتضح أنه كان هناك جريح أمام الناس، وبسبب هذا الحيوان هو مخلوق تم اكتشافه لأول مرة في 1758. هذه الأسماك لها جسم ضخم مع زعانف ظهرية كبيرة على شكل شراع، ويمكن أن تنمو لطول 150 متر، وتعيش عادة في المحيط الأطلسي على عمق حوالي 700 متر. بانك روك. هذا هو اسم نوع من موسيقى الهارد روك. أتعرف ماذا يسمى هذا؟ اكتشف العلماء بقايا ديناصور مؤخراً. هذا العملاق موجود منذ حوالي 170 مليون سنة في إفريقيا، وقد حصل على اسمه بسبب الأشواك القوية التي تبرز من أضلاعه. الشيء الوحيد المخيب للأمال هو أنه حتى الآن لا يعرف الكثير عن هذا الديناصور غير العادي، لأن العلماء اكتشفوا قطعة أثرية واحدة فقط، قطعة من ضلعها ذات الأشواك. يبلغ طول عظامه حوالي 25 سنتيمتراً، بناء على شكل وحجم الحفرية يشتبه الباحثون في أن هذا المخلوق ينتمي إلى مجموعة من الديناصورات المدرعة تسمى أنكلوسوريا. هل شاهدت مسلسل سيد الخواتم الجديد؟ تختلف الآراء حول هذا الموضوع. البعض يمدحه كثيراً، وآخرون يقولون إنه سيء. في كلتا الحالتين اكتب لي رأيك في التعليقات. إذن أين كنت؟ يبدو أن تاريخ هذا العالم السحري قد خرج عن السيطرة، وظهر غولوم على كوكبنا.
ربما طار الخاتم الواحد بطريقة سحرية في عالمنا وقرر الحصول عليه. على أي حال، تم تصوير مخلوق شبيه بجولوم من قبل شهود العيان. اللقطات مخيفة حقا، لأن المخلوق الباهت بدا وكأنه يريد صياد الموظ أو أي شخص آخر يقف أمامه، لكن الناس اعترضوا الطريق، لذلك لم يتمكن من العثور على مكان وكان متوترا تماما. الآن أدعوك للذهاب من السطح إلى المحيط ومعرفة شيء غريب وجده غواص وحيد. كان الرجل يسبح في عمود الماء وصادف هذا المجس. على الأقل هذا ما اعتقده للوهلة الأولى، كان يعتقد أنه كان أحد أطراف المخلوقات التي سقطت لسبب أو لآخر. لكن بعد ذلك اتخذ الحدث طابعاً مختلفاً تماماً. بدأ ما يسمى باللامسة بالتحرك. رغم أنه لم يكن له عيون أو آذان أو فم، لكن كيف كان هذا ممكناً؟ هل يمكن أن يكتشف الغواص مخلوقاً حياً فريداً غير معروف للعلم؟ في نيوزيلندا عثر العلماء على سلطعون كان كبيراً جداً، وهذه القصة لم تكن لتكون مثيرة لو كانت هذه نهاية كل المفاجآت. واتضح أن للسلطعون العملاق عين ثالثة. يقترح الباحثون أن المخلوق غير المعتاد قد يكون إما متحوراً أو توأمان متلاصقان. كان الدافع وراء تفكيرهم الثاني هو تحليل المخلوق، والذي أظهر أن هناك عيباً ما في دماغ السلطعون لا يسمح له بالعمل بشكل كامل. مرة أخرى قديم، مرة أخرى مخلوق، مرة أخرى بحري. حسناً، ماذا تريد؟ هذه هي طبيعة الحفريات وكل شيء غير عادي، لكن المخلوق فريد من نوعه. تم العثور عليه في مقلع كندي. وجد علماء الأحافير بقايا المخلوق المحفوظة بشكل مثالي، على الرغم من حقيقة أن عمره حوالي 450 مليون سنة. أظهرت الدراسات أن المخلوق ينتمي إلى مجموعة ماريلور مورفا، وهي مفصليات الأرجل المنقرضة التي عاشت على الأرض منذ حوالي 450 مليون سنة. كانت المفصليات ناعمة الجسم تماماً، كان طول جسمها 6 سنتيمترات. سمحت الحال الجيدة للحفريات للعلماء بإعادة مظهر الحيوان القديم. الشيء الغريب الآخر هو أن هذا المخلوق كان لديه عدة أزواج من الأطراف، بما في ذلك واحد تحت الرأس. كان هذا الزوج طويلاً جداً، وكان يستخدمه المخلوق للتحرك على طول القاع كما لو كان على ركائز متينة. لم يتم العثور على عيونه في هذا الوحش، مما يشير إلى أن ما يسمى الركائز أو بعض أجزاء الجسم الأخرى يمكن أن تعمل كمحددات، مما يساعده على الملاحة. الأكبر، أقترح أن نقوم برحلة قصيرة إلى جبال الألب السويسرية، لأنها كانت هناك في نهاية القرن العشرين، حيث وجد العلماء ثلاثة مخلوقات قديمة في وقت واحد، أو بالأحرى رفاتها. هذا الاكتشاف مثير للاهتمام، لأن أحدها يفترض بأنه أكبر مخلوق وجده العلماء في التاريخ. ترتيب هذا العملاق هو الإكثيوسور. تم اقتراح مثل هذه الفكرة على العلماء من خلال أسنانه، مما جعل هذا المخلوق البحري عملاقاً حقيقياً، لأن حجمه تجاوز حجم أسنان الكائنات الرئيسية الأخرى عدة مرات. إذا كان من الصعب وصف البعض مثل الإكثيوسور بسبب الوقت الذي عاش فيه، فمن المستحيل شرح المخلوق التالي الذي تم التقاطه بالكاميرا، لأنه حسناً سترى بنفسك. ظهرت هذه الشخصية البشرية الوحشية في الأفق في جوف الليل في إحدى مدن تكساس. جاء المخلوق إلى حديقة الحيوان وهو يوحي بأفكار رهيبة. ماذا لو كان وحشاً غير معروف للعلم قد جاء ليتغذى على الحيوانات في أقفاص؟ تبدو مخيفة جداً، أليس كذلك؟ ماذا تعتقد أن يكون؟ مستخدمو الويب على سبيل المثال ينقسمون إلى عدة معسكرات، وصفها البعض بأنها مزحة، وقالوا إنها صاروخ من فيلم حراس المجرة. نزل إلى الأرض ويبحث عن شيء يأكله. شوباكابرا الأسطورية على الكاميرا. حسناً، سأطلق على المعسكر الثالث لقب المتشككين، لأنهم مقتنعون بأنه كان رجلاً يرتدي زياً حيوانياً وقرر المزاحة مع زملائه. النوبس تحت الماء. هذا هو بالضبط كيف يمكننا وصف هذا المخلوق، الذي وصفه العلماء منذ وقت ليس ببعيد على أساس الاكتشافات. علماء الحفريات مقتنعون أنه طول هذا الوقت كان هناك أسلاف للحيتان التي عاشت على الأرض وكان لها أربعة أقدام على وجه ابن آوى. بسبب هذا الشكل غير العادي والمخيف للجسم أطلق عليه اسم أنوبيس. على الأرض عاش الحيوان منذ أكثر من 40 مليون سنة، كان طوله حوالي 3 أمتار. وفقاً للباحثين كان لديه فك قوي جداً، مما يسمح له بسحق الفريسة في أي وقت من الأوقات. من المحتمل أن يكون يصطاد الثدييات والتماسيح وحتى متجانساته، ممثلون عن أنواع أخرى من الحيتان القديمة. مينيان شرير. هكذا سأعلق على هذا المخلوق إذا أخبرني أحدهم أنه حقيقي، والشيء المضحك أنه موجود. تم العثور عليه من قبل العلماء الصينيين. كانت كروية الشكل ومغطاة بنواتج شائكة وبها ثقب واحد فقط الفم.
بدأ شخص ما على الفور في وضع افتراضات غريبة وغير مفهومة، يقولون إن هذا هو ما أتيت أنا وأنت منه. لكن معظم العلماء واصلوا أبحاثهم وتعلموا أن هذا المينيون يعيش في القاع ويتغذى عن طريق الترشيح. بعد ذلك تعمق الناس في دراسة هذا الكائن ووجدوا المزيد من الارتباك. وجد الجميع دليلاً لتطوير نظريتهم الخاصة لأن هذا المخلوق غريب جداً وغير مفهوم وفي نفس الوقت مخيف جداً. هذا كل شيء. أخبرني في التعليقات أي مخلوق صدمك أكثر. شكراً للمشاهدة وأراكم لاحقاً.